حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. نادية لطفي. في صدفة لا تأتي إلا لمن ولدوا ليصبحوا نجوماً، تحولت بولا محمد لطفي شفيق إلى الفنانة القديرة نادية لطفي. ففي سهرة اجتماعية قابلت المنتج رمسيس نجيب الذي رأى فيها بطلة فيلمه القادم سلطان مع وحش الشاشة فريد شوقي عام 1958، ولكن بسبب غرابة اسمها على الجمهور قرر تغييره واختار لها اسم نادية لطفي، بطلة رواية لأنام للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. وقد نجح فيلم سلطان نجاحاً كبيراً، معلناً ولادة نجمة جديدة من نجمة الشاشة البيضاء. تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاباً للفيديو. ولدت الفنانة الكبيرة نادية لطفي في حي عبدي في القاهرة عام 1938 لعائلة مؤلفة من أب صعيدي يعمل محاسب وأم من محافظة الزقازيق. وقد درست في المدرسة الألمانية في القاهرة، وكانت هوايتها فنية بامتياز، فكانت ترسم وتكتب روايات قصيرة، ولكن لم يخطر على بالها أبداً التمثيل بسبب تجربة صغيرة ليها على مسرح المدرسة حيث نسيت الكلام أمام الجمهور. وقد تزوجت لأول مرة من الضابط البحري عادل البشاري، وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف. ولكن زواجها لم يدم طويلة، وقد عرفت بنشاطها السياسي والإنساني منذ شبابها، فكان لها دور مهم جدا في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية، بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وكل الحروب التالية. ويشهد لها الشاعر الفلسطيني الشهير عز الدين المنصرة بأن نادية كانت امرأة شجاعة عندما زارتنا خلال حصار بيروت عام 1982، وبقيت طيلة الحصار حيث خرجت معنا في سفينة شمس المتوسطة اليونانية إلى ميدان طرطوس السوري، حيث وصلنا يوم 1/9/1982. أما عن زيجتها الثانية كانت من المهندس إبراهيم صادق شفيق، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجتها، بينما الثالثة كانت من محمد صبري. ظهرت نادية لطفي ونجحت في أفلام كتير جدا، من أشهرها دور لويزا الصليبية في فيلم المعروف طبعا الناصر صلاح الدين، وكان من إخراج يوسف شاهين، وفي دور بنت الليل فردوس في فيلم أبي فوق الشجرة مع عبد الحليم حافظ واخراج حسين كمال. كان تاني فيلم تمثله مع عبد الحليم حافظ بعد فيلم الخطايا اللي اخرجه حسن الامام. ومن افلامها المشهوره التانيه بين القصرين والسمان والخريف، ودي طبعا معروفه انها روايات للاديب نجيب محفوظ. وعملت كمان الاخوه الاعداء، وهي تمصير لروايه الاخوه كارمازوف للاديب الروسي دوستويفسكي، وأخرجها للسينما المصرية حسام الدين مصطفى. عام 1980 قدمت فيلمين، سنوات الانتقام وفيلم أين تخبئون الشمس. عام 1982 قدمت فيلم واحد بس هو الأقدار الدامية من إخراج خيري بشار. سافرت إلى لبنان إبان الاجتياح الإسرائيلي يونيو 1982، وقضت أكتر من أسبوعين في صفوف المقاومة الفلسطينية، وسجلت بإيديها العديد من الأفلام التسجيلية. بعد كده غابت 4 سنين عن الفن لتعود عام 1986 وتقدم فيلم منزل العائلة المسمومة إخراج محمد عبد العزيز. عام 1988 قدمت آخر أفلامها وهو فيلم الأب الشرعي مع محمود ياسين ومن إخراج ناجي أنجلو. وفي عام 1993 قدمت آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل ناس ولاد ناس، لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.